نرجع للمباراة. المباراة بالنسبة للفيحة، أعتقد أن الفيحة يسير بمنهجية رائعة بمدرب روزوفيتش بأسماء وبغيابات مهمة. اليوم تكلم عن غياب أوسو وغياب حتى موتاري في الاحتياط، ولكن مع فريق مثل النصر على أرض النصر كان يلعب بمنهجية رائعة بتنظيم دفاعي مميز. شوط أول كامل النصر لم يهدد بأي خطورة، على الرغم من اكتماله وعلى الرغم من حتى عملية الاستحواذ كانت للنصر، ولكن الأدوار الدفاعية اللي يقوم فيها الشوط الثاني 10 لاعبين، شوط ثاني كامل. نعم، حتى في الشوط الثاني بعشر لاعبين، هنا توضح لك أن الخلل لفريق النصر في أمرين. أولها البطء الكبير لفريق النصر في عملية البناء، تمريرات عرضية بصراحة يعني فيها بطء كثير، عدم وجود حركة بدون كرة خاصة للأطراف الهجومية. وإن كان يعني تميز فقط فريق النصر مشاريبوفي اللي أخذ فترة طويلة في دكة البدلاء، اليوم كان هو الأنجح بالنسبة لفريق النصر، هو من جلب نقاط هذه المباراة. هو كذلك حتى في الأدوار الدفاعية من أكثر اللاعبين كأدوار دفاعية في فترات كاملة، هذا ما يحتاجه فريق النصر، بالإضافة إلى غياب سلطان الغنام. سلطان الغنام كان يفتح جبهة هجومية كبيرة، كان يفتح حلول هجومية على المستوى الهجومي، كان مع بيتي مارتينيز اللي ذلك اليوم كان من أحد نجوم المباراة بالرغبة وبالحماس وبالشغف اللي يمتلكه اللاعبين. أما البقية أعتقد البطء واضح فيهم، حتى في حال فقدان الكرة كان فريق الفيحة حتى مع النقص يصل لمرمى فريق النصر في أكثر من فرصة محققة. تخيل شوط أول كامل للنصر وصل فقط بتسديدتين، واحدة من مارتينيز والثانية من كرة ثابتة من دمشاريبوف. هنا توضح لك الخلل الكبير على المستوى الهجومي. حتى على المستوى الدفاعي أعتقد ثنائية أنسلم ومع صليهم أقل كجودة دفاعية، وهذا ما ظهر لفريق النصر في حالة التحول الدفاعي. كان في بطء، كان أي تحول دفاعي من بداية خط دفاع فريق الفيحة يصل فيها الفريق إلى خط الهجوم بكل سهولة، وهذا ما صنع التفوق لفريق الفيحة اللي كان بصراحة في أغلب تفاصيل المباراة متفوق تنظيما. النصر كان غايب على المستوى الهجومي وغايب عن الخطورة، بالإضافة ذكرنا كذلك حتى تغييرات روسو كانت متأخرة وتغييرات غير صائبة. لما تتكلم عن فريق ناقص من الدقيقة 44 الشوط الأول، كان مفترض من بداية الشوط الثاني تعزز الجبهة الهجومية، تعزز الحلول الهجومية بحلول زيادة، مو تخرج كرأس حرب الرئيسي. كذلك حتى إخراجك تاليسكا صحيح في أقل مستوى، ولكن مفترض أنك تعززها بجانب هجومي أعلى.